هذا الحدث العلمي الهام، أحد المشاريع والمبادرات الرائدة في مجال الكشف عن المبدعين وقادة المستقبل من فئة الشباب، ممن سيكون لهم إسهامات ملموسة في بناء مستقبل الدولة إن شاء الله. سعدت اليوم بما شاهدته من ابتكارات علمية متميزة تشعرني بالفخر الدائم بطاقات ومواهب الشباب الإماراتي المبدع. أدعوكم للتفاعل والتواصل مع هذه الكوكبة من العلماء الشباب الذين واصلوا العمل خلال الشهور الماضية لعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم التكنولوجية الرائعة. شكر لراعي هذا الحدث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لدعمه المستمر لمعرض بالعلوم نفكر لعامه الثاني على التوالي. من هدفنا من المشروع أن نقلل من المال، نقلل من الوقت، نقلل من العمالة اللي يستخدمونها في التنظيف، طبعا نفيد المجتمع، نطور من دولتنا. المشروع هو عبارة عن إنتاج الغاز الطبيعي عن طريق دمج ثاني أكسيد الكربون مع الهيدروجين. معرض فخر لكل الإماراتيين ولكل العرب ولكل المشاركين. السنة دي عنا 150 مشروع من المدارس موزع على 9 فئات، والمشاريع الجامعات يبقى 40 مشروع موزع على الفئات اللي هي الثلاثة على مستوى الجامعة. احنا آلية التقييم يعني موحدة، المعايير اللي طبقت هذا العام في نموذج التقييم هي نفس المعايير اللي بتطبق في مسابقات عالمية. نحن فخورين بأن السنة هذه فعلاً كان مستوى المشاركة عالي جداً، شارك أكثر من 550 شاب من دولة الإمارات من المبدعين الشباب، وكان في مشاركة أيضاً كبيرة جداً من شركات القطاع الخاص. تقريباً كان عندنا أكثر من 20 شركة ومؤسسة شاركت في هذه المسابقة السنوية. التكنولوجيا والاختراعات الجديدة بالعالم كله يقودون الشباب، ما في شك أن الشباب هو المحرك الأول اليوم في العالم، ولهذا السبب قيادة الحكيمة تدعم الشباب، ويمكن هذا المعرض جزء من إيمان القيادة بالشباب وبدعمهم. أنا اشتركت السنة الماضية في مسابقة بالعلوم نفكر ضمن قسم الأنظمة الذكية والهندسة. رجعت أشارك هالسنة كجزء من البانل ديسكشن و Think Science Ambassador. نحن
نشكر جميع من شارك هذا العام، وأخص بالذكر طبعاً راعي هذا البرنامج سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وأيضاً أشكر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على مشاركته وتواجده بين الشباب وتشجيعه للإبداعات والمشاركات الشبابية المميزة في هذا العام. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع ولجميع المكرمين اليوم.